أشكرك، كنت معي عبر الهاتف النقال، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، إلى سباق الانتخابات الأمريكية، حيث فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في ولاية فلوريدا أمام الناخبين صباح اليوم للإدلاء بأصواتهم مبكرا في الانتخابات الرئاسية، وتعد فلوريدا أكبر ولاية متأرجحة في هذه الدورة الانتخابية، وتستمر مراكز الاقتراع هناك في استقبال الناخبين الراغبين في التصويت مبكرا حتى مطلع نوفمبر المقبل، كما انطلق التصويت المبكر في ولايات ألاسكا وأركنساو وكولورادو ونورث داكوتا اليوم أيضا. وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه ليس لديه أي مشكلة في أن يخضع لفحص خاص بفيروس كورونا قبل أو قبيل المناظرة المقبلة مع منافسه جو بايدن، وأشار ترامب إلى أن شعبيته الآن أفضل مما كانت عليه عام 2016. من ناحية أخرى، هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منتقديه من أعضاء حزبه الجمهوري، واصفا إياهم بالأغبياء، ودعاهم لتوحيد صفوفهم بعد تزايد انتقاداتهم له والتحذيرات من هزيمة موجعة في الانتخابات. من جانبه، انتقد المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن ترويج منافس الرئيس دونالد ترامب لخطة الوظائف والرعاية الصحية الموسعة بهدف استقطاب أصوات الناخبين من ذوي الأصول الأفريقية في ولاية كارولينا الشمالية. وقال بايدن في تجمع انتخابي بهذه الولاية: إن الأمريكيين بحاجة إلى قيادة تزيل التوترات وتحقق العدالة الحقيقية في الوظائف وتنعش الطبقة المتوسطة لدى الأمريكيين السود. نحتاج لقيادة تزيل التوترات وتفتح خطوط الاتصال وتجمعنا معا للأمل. هذا بالضبط ما سأفعله كرئيس، لكن العدالة الحقيقية تتعلق أيضا بالوظائف والوظائف ذات الأجور الجيدة والاستقرار المالي. قبل قرن من الزمن ازدهرت واحة من الشركات المملوكة للسود، وكان شارع باريش أحد الأمثلة الأولى لمجتمع الطبقة المتوسطة المزدهرة في أمريكا، مكان يقدم للعالم ما يمكن أن نصبح عليه إذا اخترنا أن نرتقي إلى قيمنا التأسيسية. انضم إلينا عبر سكايب من واشنطن زميل عمرو حسن، مراسل الجزيرة مباشر. عمرو، رحبوا بك. يبدو أن هناك يعني أرقام فيما يخص التصويت. لدينا 27.9% مليون أمريكي أدلوا بأصواتهم من خلال البريد أو بطريقة مباشرة خلال الفترة الماضية. عمرو، ما هي استطلاعات الرأي بالنسبة لمن أدلوا بأصواتهم؟ عمرو، في الواقع حتى هذه اللحظة، يعني حينما ننظر إلى الأرقام التي تتعلق بالتصويت المبكر، هذه النتائج لا يمكن فرزها بشكل دقيق حتى هذه اللحظة حتى نقرر إلى من تميل الكفة، لكن كل النتائج تبشر بأن هذه الأصوات المبكرة التي تم فيها التصويت عبر البريد تميل بشكل كبير إلى الديمقراطيين. ما السبب؟ الرئيس الأمريكي كان دوما ما يخوف الأمريكيين من التصويت عبر البريد قائلا بأن هذه العملية يشوبها الكثير من التزييف واحتمالات التدخل الخارجي للتأثير على هذه العملية، عملية التصويت عبر البريد. وبالتالي هذه الأصوات بمجملها يمكن قول بأنها قطعا ستميل باتجاه الديمقراطيين الأكثر حماسة لهذه الآلية في التصويت. لكن هذا يتعلق بالتصويت المبكر، لكن حتى الأرقام حينما ننظر إليها يفصلنا 14 يوم عن موعد التصويت الحقيقي في 3 نوفمبر أو التصويت الذي يمارس بشكل تقليدي. لكن حينما ننظر إلى الأرقام الحالية، 27 مليون صوت بالعام 2016 كان الإجمالي 56، يعني أننا تخطينا عتبة النصف حتى هذه اللحظة فيما يخص التصويت المبكر أو التصويت عبر البريد، وهذا يعكس بشكل واضح إقبال كبير جدا للمصوتين. لكن سألتني عن الأرقام مصطفى، وأعلم أنها تعكس كثيرا كيف ينظر الأمريكيون الآن للمشهد الانتخابي. الفارق ما يزال يتضاءل. هذه هي المحطة الثانية من التضاءل للرئيس الأمريكي. كنا قد تابعنا في الأسبوع الماضي هذا الفارق، يعني كان يجاوز 6% تقريبا، الآن انخفض هذا الحاجز لأقل من 5 نقاط أو 5 ويزيد نقاط بقليل. هذا الفارق الذي يتضاءل الآن سوف يكون المحك الحقيقي والأخير له، هو يوم المناظرة الرئاسية الأخيرة يوم الخميس المقبل. نعم عمرو، وأنت معنا الآن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لديه أيضا خطاب انتخابي في أريزونا، ويبدو من خلال الحوار بين الرئيس الأمريكي ومنافسه جو بايدن، الحديث حول البطالة، الحديث حول أصوات الأمريكيين من أصول أفريقية، الحديث حول الوظائف، يعني كيف هو تأثير هذا النقاش أو الحوار والاتهامات بين الاثنين حول هذه الشريحة؟
مهم جدا هذا السؤال مصطفى، لماذا؟ لأن هذه الانتخابات مختلفة تماما عن عام 2016. الآن الأمريكيون يعرفون جيدا من هو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأنهم جربوه في الأربع سنوات الماضية، ويعلمون جيدا من هو جو بايدن لأنهم جربوه طوال 47 عاما مضت، كان هي عمر جو بايدن في الكونغرس، وبالتالي الكل يعرف هذه الشخصيات جيدا. وما يحاول كل طرف أن يقوم به الآن هو استمالة قطب جديد إلى خيمته الانتخابية، بمعنى كان دوما معروف بأنه نسب تصويت الأمريكيين من ذوي الأصول الأفريقية تميل بما يزيد عن 80% لصالح الحزب الديمقراطي، وذلك في العشر سنوات الأخيرة. لكن الآن الرئيس الأمريكي يحاول مجددا، وسوف تستمع إليه بعد قليل في هذا الخطاب، يتحدث كثيرا عن أنه أنجز للأمريكيين من ذوي الأصول الأفريقية أكثر حتى من أي رئيس سبق، هكذا يقول وهكذا يزعم دونالد ترامب ساردا عدد من رواياته. وبالتالي ما يحاوله ترامب الآن هو ضمان بأنه يعلم جيدا من هي قاعدته الانتخابية، الإنجليين البيض الغير متعلمين أو كبار السن، لكن يحاول استقطاب شريحة جديدة حتى يضمن الفوز بهذه الانتخابات، لأن بصراحة كل النتائج الآن تشير بأنه يعني ما يزال بعيدا عن الفوز بفترة رئاسية ثانية. أشكرك عمرو حسد، ودائما معنا حول آخر تطورات السباق الانتخابي الرئاسي الأمريكي. شكرا لك الزميل عمرو حسن. مشاهدينا، المساء مستمرة، وبعد الفاصل في فقرتنا الأسبوعية استاد مباشر، خسارتان صادمتان لريال مدريد وبرشلونة قبل الكلاسيكو، وإيفرتون يواصل صدارة الدوري الإنجليزي، وتفوق مصري بالدار البيضاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.